السعادة الحقيقية هي في تغذية الروح وفي إسعاد الروح، ليس في إسعاد البدن. ولهذا الإنسان يعني واجه مشكلات الحياة وهموم الحياة ومعترك الحياة وواجه المصائب والآلام، أحيانا يضيق ويريد أن يجلس في محطة ويجلس في مكان يستريح ويتغذى ويجذب عن هذه الهموم. ليس هناك غذاء ولا راحة لهموم الدنيا وآلامها ومصائبها وشغالاتها إلا محطة العبادة والإيمان والصلاة والذكر والقرآن. فيأتي الإنسان إلى هذه المحطات وهذه الأماكن فيتغذى بها ويتزود، فتذهب عنه همومه وغمومه ويسعد مرة أخرى ليقابل ويواجه الحياة. وهذا ما يميز هذه الأمة عن باقي الأمم، خاصة الأمة الغربية والأمة المادية والحضارة الغربية الذين اهتموا بسعادة الجسد والبدن وتطوروا وغذوا البدن بكل مغذيات السعادة من الترفيه والشهوات الجسدية والبدنية، وحاول أن يصلوا إلى السعادة لم يصلوا إليها. طريق الجنة محفوف بما تكرهه النفس، النفس ترفض أن تتكلف ما لا تطيق أو تتكلف ما يشق عليها. وطريق النار كما جاء أيضا في وصفه في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن طريق الجنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوة. طريق الجنة حزن بربوة، يعني فيه ارتفاع، لما تمشي في طريق يصعد بك صعودا تحتاج إلى جهد. أما طريق النار فهو سهل بسهوة، يعني نزول. ولكن هذا الأمر صحيح، ولكن هناك سر يفتح الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده، وهو أن هذا الثقل الذي يجده الإنسان مع الطاعات يضمحل ويتحول إلى لذة بعد برهة يسيرة من الزمن. كلمة جميلة للغزالي يقول رحمه الله فيها: لا يصل المرء إلى درجة الإخلاص حتى ينظر إلى الناس نظره إلى الصبيان والدواب. شنو معنى الكلام؟ كلمة ربما تمر على الإنسان لكن ما ينتبه إيش المقصود منها. أنا أسألكم سؤال: هل اليوم الإنسان يطمع إلى مدح الطفل الصغير حينما يعمل عمل صالح؟ يا أخوة لو عندك 100 طفل قدامك، طيب هل أنت تسعى إلى أن تتمدح أمام هؤلاء الصغار؟ لا، ما يفرقون معك، يعني بالنهاية يعني هؤلاء أنت لا تسعى أصلا إلى مدحهم لأنهم أصلا لا يميزون. فكيف إذا كانوا دواب أجلكم الله بهائم؟ معناه أن الإنسان نظره إلى الناس كنظر ذلك الإنسان إلى تلك الدواب وهؤلاء الصغار، ما هو بأكبر همه أن يزين عمله لأجلهم أو يطلب مدحهم والثناء منهم عليه. لما تأتي للعلماء الذين صاحبوا وتتلمذوا على العلماء تستغرب، بعضهم يقول لك درس على 1000 شيخ، وبعضهم على 3000 شيخ، وبعضهم على 10000 شيخ، ويعدون الدول اللي سافر لها وراح لها، يروحون على رجليهم وعلى هالدواب من بلد لبلد ومن جبال وبحار وأنهار ووديان إلى آخره، ويتجاوزون هذا كله لأجل أنهم يتعلمون. ولهذا لما قيل للإمام الشافعي رحمه الله: يا إمام تتبع الإمام أحمد أو تتبع أحمد وهو أصغر منك سنا؟ قال: إن فاتني عقل أحمد فاتني شيء كثير. عقل أحمد وأسانيده التي يحملها العالية إن فاتني شيء كثير، وإن أردت ما دون ذلك وجدته عندي ووجدته عند غيري. الإنسان اللي دائما يذكر الله عز وجل الله ما ينساه. ولهذا تذكروا قصة يونس لما كان في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر والليل وبطن الحوت، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إيش إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذا النون ما دعا بها امرئ مسلم إلا فرج الله عنه ما كان أيضا أصاب. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: لا الزاني ولا الملحد ولا قارئ القرآن. قال: ما فعلت؟ قال: يا رب قرأت القرآن في سبيلك وعلمت في سبيلك وأقرأته في سبيلك. كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، عالم، شيخ القراء، خذوه إلى النار. أخذت نصيبك في الدنيا وأنت
قال: يا رب، أعطيت في سبيلك، بذلت في سبيلك، كذبت؟ إنما أعطيت وتصدقت ليقال جواد كريم محسن أبو الأيتام، هذا اللي يبني المساجد، هذا اللي يكافل الأيتام، وأخذت نصيبك. الناس امدحوك، والناس أثنوا عليك، والناس تسابقوا عليك، وأخذت نصيبك في الدنيا. والثالث: خذوه إلى النار. والثالث: مجاهد: يا رب، بذلت نفسي في سبيلك، وأزهقت روحي في سبيلك، كذبت؟ إنما قاتلت ليقال جريء، شجاع، فارس الفرسان. خذ من هالألقاب هذه. نسأل الله العافية.